Indeed, the facts and Iraq's behavior show that Saddam Hussein and his regime are concealing their efforts to produce more weapons of mass destruction. كذب وشهد زورا وخدع العالم وقدم أدلة واهية مزيفة لا تمت للواقع بصلة ليبرر غزو العراق عام 2003 من خلال أكذوبة بلاده التاريخية بأن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل. إنه وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولين باول الذي لقي مصرعه جراء إصابته بفيروس كورونا في 18 من تشرين الأول 2021. في الخامس من شباط 2003 قدم باول أمام مجلس الأمن ملفاً ركز فيه على وجود أسلحة دمار شامل في العراق، معتمداً على معلومات قدمها له رئيس الاستخبارات آنذاك جورج تينت، ليتبين لاحقاً أن جميع معلوماته كانت خاطئة. واعترف باول في 8 من أيلول 2005 لأول مرة بأن خطابه الذي اتهم فيه العراق بامتلاك أسلحة دمار شامل سيظل نقطة سوداء في ملفه. رحل القاتل الأمريكي الذي تسبب هو وإدارته بارتكاب مجازر راح ضحيتها مئات آلاف العراقيين وملايين المشردين وخسائر مادية تقدر بتريليونات الدولارات، وسلمت العراق لإيران وميليشياتها وسادت فيها مختلف مظاهر الفوضى والدمار، وانزلقت البلاد في عنف طائفي بلغ ذروته خلال عامي 2006 و2007. مات كولين باول تاركاً خلفه مسيرة إجرامية كان للعراق الحصة الأكبر منها، فمنذ توليه مناصب قيادية في الجيش والسياسة أشرف على 28 أزمة عسكرية كان من بينها عملية عاصفة الصحراء في حرب الخليج الثانية عام 1991. وأود أن أذكر بما حدث في مجلس الأمن هذا تحديداً منذ سنوات قليلة مضت، وتحديداً يوم الأربعاء الخامس من فبراير 2003. وأعتقد أنه علينا أن نتذكر بكل وضوح هذه الصورة.